على صعيد نفسه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن تهديدات إيران وسعيها لامتلاك سلاح نووي تجاوز الحدود بعد الاتفاق النووي. وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تهديدات الأمن العالمي في الشرق الأوسط والعالم ارتفعت بسبب إيران، وأنها ماضية بدعم المسلحين في المنطقة، مشيرا إلى أهمية الاجتماع المرتقب الذي سيجمع مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي الثلاثاء المقبل. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.